إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول فاتحة الكتاب، وما زلنا مع قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وألمحنا في اللقاء الماضي أو وضحنا بعض الجوانب في معنى الصراط، وكلمة الصراط بين الودان، ولكن نشير إشارة إلى أن الألف أو لامنا لام العهد وليس لام الجنس. فليس كل صراط يسمى عند الناس صراط نطلبه من الله عز وجل، إنما الصراط صراط معهود، عهد ذهني كما قال اللغة، فمعروف محدد المعالم رسمه الخالق، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالطريق طريق النبوة رسمه رب الأرض والسماوات لكل الأنبياء، ثم أجمل لنا وفصل لنا معالم في الدين الخاتم المنزل على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فقولنا الصراط المستقيم هو صراط معلوم معهود معروف محدد المعالم، فصل الله فيه لنا كل معالم من أوله إلى آخره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. وألمحنا على هذا المعنى في اللقاء الماضي أن أوله الوحي القرآن الكريم، فصل لنا كل معالم الطريق في الدنيا، ماذا نفعل من أقوال وأفعال ونظرات وتصرفات وحركات وسكنات طيلة حياتنا من لحظة تكليفنا إلى مماتنا، ما ترك الرب شيئا نحتاج فيه لشيء إلا وفصله. هذه كلها تسمى معالم في الطريق، معالم في الطريق. أي زلل عنها أو أي خلل فيها يوقعنا في حبال الشر. ترك القليل وترك الكثير من طاعة العلي القدير يوقعنا في حبال الشر. أي مخالفة لأي فرض أو حتى سنة، تخيل إذا لم تستعذ بالله عند جماعك يفسد الشيطان عليك مولودك، إذا لم تستعذ بالله عند خلائك يفسد الله عليك تغوطك وتبولك إلى آخر ذلك، إذا تركت التسمية عند منامك يفسد الشيطان عليك منامك، إذا تركت السلام عند دخولك لبيتك ينام الشيطان في بيتك، إذا تركت التسمية عند طعامك يشاركك الشيطان في طعامك. ما من هدي بينه لنا الرب أو حدده لنا سيد الخلق إلا وهو معلم من معالم هذا الصراط. فالصراط تعاليم الله باختصار شديد، أوامر الله، نواهيه، أوامر رسول الله ونواهيه، هي التي تحدد لنا معالم الطريق، ماذا نفعل وماذا نترك. هذه معالم الطريق في أوله. إذن حياة المسلم قامت على هذين الأصلين، قال الله قال رسوله، في دقيق الأمر وجليل. هذه معالم الطريق، وهذا معنى عبارة ابن مسعود: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط أوله الوحي. حياتنا الدنيا نسجت فيه من الوحي من خلال نصوص القرآن ونصوص السنة. فإذا ما انتهت حياتنا الدنيا ولا محالة ستنتهي. رب العباد حدد لنا ما علمها أن حياتنا الدنيا ليست البداية وليست النهاية، فأرواحنا لها رحلة طويلة. رب العباد بيّن لنا معالمها، الروح خلقت مع خلق آدم، لم تخلق مع الأبدان ولا مع لحظات خروج للدنيا. الروح خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله عليها مواثيقه مع آدم،
قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم. إذن كلنا بدأت حياتنا مع آدم، خلق أرواح وبدأت الرحلة. آدم وجميع من جاء من ذريته من أنبياء ربه أخذ عليهم ميثاق الله عز وجل بأن شرعة الله الكاملة ونعمة الله التامة ستنزل على البشرية في آخر الزمان مع سيد الأنام محمد. فأخذ الله الميثاق على كل أنبيائه وأتباع أنبيائه إن بعث فيهم هذا النبي الخاتم على أن يدعوا ما عندهم ويلزموا ما عنده، وهذا هو الصراط المستقيم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا ندرك للطريق معالم رب العباد حددها لنا من قبل خلقنا ورسم لنا الطريق، بل أهل العلم منهم من صرف الآية على هذا وذكرهم بأيام الله، قالوا: أيام الله هي المعالم الرئيسة في طريق الله، وقالوا هي سبعة: أولها يوم العهد الذي أخذ على آدم وذريته، ثانيها يوم الميثاق الذي أخذ على الأنبياء وأتباع الأنبياء باتباع النبي الخاتم، فهذان يومان من أيام الله. ثم يأتي اليوم الثالث عمرنا في الدنيا، ولذا سماه السلف يوم التكوين. يبقى أيام الله سبعة: العهد، الميثاق، اليوم الثالث التكوين. فنحن في اليوم الثالث من أيام الله. يوم التكوين يبدأ من لحظة تكونك نطفة في ظهر أبيك إلى ساعة رحيلك عن الدنيا. كل حياتنا الدنيا يوم، شئنا أم أبينا هي في ميزان الله يوم. عندنا سنين ونعدها بالسنين، فلان عاش 50 عام، 60 عام، 70 عام، ما شاء الله، لكنها في ميزان الرحمن يوم. وسنقر بهذا رغم أنوفنا ساعة العرض على ربنا. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كلنا سيوجه إلينا هذا السؤال يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا الكل: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. من يقول لبثت يوم؟ الذي أحسن عطاءه لله في الدنيا، من أطاع ربه. لذا عبرت آية طه بقوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. أحسنهم ديانة يقول لبثت يوم. أما من ضيع جزءا من عمره في غير طاعة يقول لبثت بعض اليوم، لبثت عشية أو ضحاها كما عبرت الآية، يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أما المجرم الذي ضيع عمره في غير طاعة كم يساوي عمره؟ يقسم يوم القيامة أن عمره ما يساوي ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فنحن في جزء بسيط من رحلة طويلة، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة. أثناء الطريق
مسافر من الدوحة رايح مكة، أثناء الطريق وجد شجرة فجلس تحت ظلها ساعة يستريح ليواصل رحلته. هذه حياتنا الدنيا. قال: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بالدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فنحن في مرحلة الظل في شجرة في الطريق. بل وصف النبي في الحديث الآخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر كبري، قنطرة. هل رأيتم عاقل يأتي على قنطرة من القناطر المبنية على البحار أو الأنهار على أي مجرى مائي ثم أقول: ما أحلى الإقامة على الماء وما أحلى الهواء العليل، نقيم لنا هنا فوق القنطرة مسكنا؟ لو فعل ذلك فاعل بمن اتهمه؟ ها؟ بالعقل والجنون؟ قالوا: والجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. نحن الآن أين نقف؟ على هذه القنطرة. هل رأيتم عاقل يبني على القنطرة مسكنة؟ من قال إن الدنيا سكنة؟ لابد أن نعلم أن الدنيا كما قال السلف عنها دار ممر، والآخرة دار مقر. وكما عبر مؤمن آل فرعون في القرآن نصا قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ما معنى متاع؟ قالوا: المتاع زاد المسافر، ما يحتاجه المسافر أثناء سفره من طعام وشراب. طب وإذا كان السفر قنطرة واحدة كم نحتاج في عبورها لزاد؟ هذه الدنيا. لذا قال تعالى بالنص الصريح: الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما وإلا تفت الحصر، أي ليس لها وصف إلا هذا متاع، كل ملذاتها متاع مسافر. ولذا سماها ربنا الدنيا، قيل من الدنو وقيل من الدناء، من الدنو لقصرها، فكم عمر الإنسان فيها وكم يساوي في عمر الزمان. هذه الأمة من أقل الأمم أعمارا، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. والناس الآن اصطلح على 60 وجعلوه سن العطاء، بعد 60 يعطوا خاتم. ما عاش، ما عاش ولا، مع الاعتذار لإخواننا كبر السن فنحن معكم في نفس المرحلة. ها؟ إذا ندرك هذا حظنا، 60 عاما، كم حظك منها مسكين؟ ربعها طفل بلا تكليف، 15 عام. كم بقي من 60؟ 3/4 60، 45 عاما. ثلثها نوم بلا تكليف، 8 ساعات في 24 ساعة، ثلث اليوم. ثلث 45 كم؟ 15 عاما. كم بقي لنا من عمر؟ 30 عاما. كلنا مطالب خلالها بعمارة الدنيا والآخرة، ببناء حياته وبناء مستقبله إلى الأبد. هل فيها وقت نضيعه في لهو، في لعب، في عبث، في غفلة، في تيه، في سكن؟ يا إخوان ندرك المسلم مطالب أن يبذل جهده في هذا العمر المحدود ليتحصل بأكبر قدر من الزاد في أقل قدر من الأوقات. وهذه عبارة الحديث الذي قال عنه أبو ذر الغفاري: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكلمات هن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق. فشبه الدنيا وأمواج الفتن المتلاطفة فيها بالبحر الهائج، وشبه الإنسان وعمله بالسفينة.
سفينة تسير في بحر هائج وأمواج متلاطمة، هل هناك وقت نضيعه في غير الاهتمام بمرورها فوق هذه الأمواج؟ لا مجال لا لمشاهدة ولا للهو ولا للعب. أحكم السفينة فإن البحر عميق. قال واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. عبارة لا أقول توزن بماء الذهب، بل لا قيمة للذهب أمامه. يا إخواني ندرك هذه المعاني، هذه الدنيا، فمن دنوها لذا سماها ربنا في القرآن بالعاجلة، قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وقال في الثالثة من كان يريد العاجلة، من جعلها هدفه وغايته ومراده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وقال في الأخرى ومن أراد ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، لم يقل أجورهم، دقة القرآن عجيبة، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها. أخذ بأسباب التقدم نعطيه تقدم، أسباب الكسب نعطيه كسب، أسباب النصر نعطيه نصر، والنهاية نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا من جعلها هدفه وغايته هذه نهايته. فقيل من الدنو وقيل من الدناءة من الحقارة، فأمتع ما فيها حقير. رب العباد حقر، بل حقر المصدر الذي يأتينا منه، فأفضل ما نسعى إليه في الدنيا ماذا؟ طعام، اللباس، الدابة اللي نركبها، المرأة التي ننكحها. يقول عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير الدنيا أربع، أفضل ما فيها أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب. الكل الليل والنهار يبذل جهده ووقته وعمره ليغير نوع الطعام، ليغير نوع الثياب، ليظفر بامرأة ينكحها يقضي معها وطره، ليغير نوع السيارة أو موديل السيارة. هل لنا في الدنيا أفضل من هذه الأربعة؟ اسمع معي بقية كلام. يقول خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب، وخير طعامها إفراز حشرة، عسل النحل، إفراز حشرة، انظر من أين أتاك مصدره. وخير ثياب الدنيا إفراز دودة الحرير، وخير مناكح الدنيا، شوف الجمال والحلاوة وإنفاق الأموال والظفر بأشهى عروسة، ما أقصى متنال منها الجماع. اسمع معي، قال وخير مناكح الدنيا مبال في مبال، مواضع البول تلتقي مع مواضع البول. وخير مراكب الدنيا الخيل، على ظهرها يصرع الرجال. الآن السيارات على ظهرها يصرع الرجال، كم من سيارة فخمة تحولت في حادث لمقبرة لصاحبها دفن فيها إلى الأبد، على ظهرها يصرع الرجال. هذه الدنيا، هذه الدنيا، كيف حقر الله أسمى ما فيها وحقر مصدره. لذا قيل من الدناءة من الحقارة، بل لو دققت النظر لذهلت، كم حظك من هذا الحقير. نكافح ونجاهد لنغير نوع الطعام ونوع ما شاء الله. طيب ما الفارق بين أشهى ما تشتهي من طعام وبين أدنى ما تشتهي من طعام؟ الفارق بين أشهى طعام وأدنى طعام في اللسان، مصدر التذوق في الإنسان.
إن تجاوز الطعام اللسان استوى أعلاهم مع أدناه. أم وجدتم معدة تقبل السمين وتلفظ الخبيث أو الخسيس؟ الحمد لله أمعاؤنا كلها وتر بروف ضد الماء الكسر، تطحن كل داخل لا تفرق، أليس كذلك؟ نجاهد عمرنا ونبذل حياتنا من أجل لذة لا تتجاوز لساننا ألسنتنا، هذه كارثة. هذا هدفنا في الحياة، هذا مبلغ علمنا ونهاية سعينا. لذة اللباس في أول لبس الثوب الجديد تود أن تباهي به الدنيا، فإن بلي أو اغتسل استوى الحرير مع الكتان. أم منا من يؤثر الحرير البالي على الكتان الجديد؟ أبدا. وكذلك لذة النكاح مهما أوتيت من قوة أو شباب وفتوة فلن يزيد لن تزيد اللذة عن لحظة الإنزال، ولن يزيد الإنزال عن لحظة. وإن أوهمت نفسك بأنها تزيد بالفياجرا أو بالخمرة لن تزيد، هي لحظة، فإذا انتهت انتهيت معها. تحتاج أن تنام نوما طويلا من شدة ما عانيت. أمن أجل هذه اللذات التافهة نجعل الحياة هدفنا؟ لذة الركوب في أول مرة، السيارة جديدة وتفاخر بها الدنيا، فإذا ما صدمت السيارة أو دعست واحتجت أن تدخل على شركات التأمين وعلى الصناعية ستكره عندها يوم شراء السيارة. إذا ندرك يا إخواني هذه الدنيا، هذا يوم التكوين، فهل هذا فيه ما يشغلنا عن الله وعن سبيله عن المآل والمصير؟ لذا يأتي نداء الرب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مستقبلك الحقيقي ليس في طعام الدنيا وشرابها، مستقبلك الحقيقي فيما بقي من أيام الله لك. حياتك الدنيا اليوم الثالث، كم بقي من أيامه لا أمامك؟ 4 أيام: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. ولذا توعد الله الخلق عليه فقال تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كم أولى؟ 4. قال حبر الأمة ترجم القرآن عبد الله بن عباس: أولى لك أي هلاكا لك. هذه وعيد، طبعا الناس فهمها فهم عكسي، إن أولى لك يعني أفضل لك، لا، أولى لك أي هلاكا لك. وانظر للعطف هنا، قال أولى لك فأولى، فعطف بالفاء بين الأولى والثانية. أولى لك فأولى ثم أولى، عطف بين الثانية والثالثة بثم، ثم أولى لك فأولى، وعطف بين الثالثة والرابعة بالفاء مرة أخرى. وهذه تدل على الزمان، فالفاء في اللغة تفيد حرف عطف يفيد التعقيب والترتيب والسرعة، بمجرد فراغك من هذا ابدأ هذا. أما ثم فتفيد العطف مع التراخي بعد مدة طويلة جدا، ليبين لنا الرب أن هذه الأيام تباينت في أزمانها. أولها يوم الرحيل، ويوم الرحيل أحد معالم الطريق. ماذا يحدث لك عند موتك؟ وكيف تسلم من أهواله؟ هذا أول أيام الله بعد حياتنا الدنيا، أول الأيام يوم الرحيل، ويوم خطير. رب العباد عده يوما من أيامه رغم قصر مدته، قد يستغرق الرحيل لحظات، لكنه يوم من أيام الله. لما يعانيه العبد فيه ولما يباغت المرأة فيه؟ قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، بكل الحقائق التي كنت تنازع فيها طيلة عمرك بالحق. وانظر لدقة العبارة، قال وجاءت ولا ستجيء، وجاءت
لماذا قال جاءت وهو يخاطب الأحياء ولم يأتهم الموت بعد؟ يقول الإمام قرطبي وغيره: استخدم الرب الفعل الماضي للدلالة على أمر مستقبل ليدلنا على أمرين. الأمر الأول ليدلنا على وقوع الفعل لا محالة. لما يقول جاءت يعني قضى الله قضاءه ومضى منه أمره بأنها واقعة واقعة لا مفر ولا محيد عنها. لذا كل الأمور المستقبل القطعية التي لا يشك فيها ومضى قضاء الله فيها، الرب استخدم فيها الفعل الماضي للمستقبل. قال: وجاءت سكرة الموت. وقال: إذا جاء نصر الله الفتح، مع أنه يحدث النبي في آخر أيام حياته على نصر لم يأتي بعد. وقال عند القيامة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى ولم يقل سيأتي. فاستخدم الفعل الماضي للدلالة على أمر مستقبل ليدلنا على وقوع الفعل لا محالة. جاءت يعني قضى الله بمجيئها وجفت الأقلام. ها؟ رفعت. هذا شيء أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الأربعة نفس المعنى. أي. أولى لك هلاكا لك فهلاك ثم هلاك لك فهلاك. قال ابن عباس: أي هلاكا لك من سكرات الموت ويوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر ويوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة، فهلاكا لك من عذاب الخلود في جهنم. أيام الله الأربع الباقي: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وعطف بين الأولى والثانية، قال: أولى لك فأولى، فبعد الرحيل مباشرة يبدأ عذاب القبر، ثم أولى لك فعذاب القبر يطول أزمان وسنين. لذا عطف هنا بثم، ويأتي بعده القيامة بعد طول زمان. فقال عن القيامة: ثم أولى لك فأولى. وعطف بين يوم القيامة ويوم الخلود بالفاء، لأنه بمجرد فراغ الناس من يوم القيامة يبدأ يوم الخلود، إما في جنة أبدا وإما في نار أبدا. وصل المعنى؟ هذه الآيات يا إخواني لما نزلت النبي توجه لأبي جهل، أعتى عتاة الأمة بالفرعون هذه الأمة، فجذبه من ثيابه جذبة شديدة جعلته يجثو على ركبتيه، ثم تلا عليه الآية، قال: يا أبا الحكم، أما أن لك أن تسلم؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ويفهم اللغة العربية جيدا. ارتعدت فرائشه وقام يجري، قام يجري خوفا من الآية ومن وعيد الله فيها، رغم جهله ورغم عتوه. فكيف بمسلم يؤمن أنها الحق؟ يا إخواني الأمر جلل. كل هذه معالم في الطريق. يبدأ الطريق كما قلت بأعمالنا في الدنيا وفق شرعة الله وأحكامه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نصل لمرحلة الانتقال وهو يوم الرحيل. رب العباد قال: وجاءت، ثم قال سكرة الموت، ولم يقل الموت، فجاء بوصفها، سماها سكرة، فالعقول فيها والقلوب تخمر من هول ما ترى. صحيح فترة وجيزة، لكن سنرى فيها من الأهوال ومن الحقائق ما يذهل العقول، والقرآن أعطى إشارات لهذا، بل بيّن معالم هذا. احنا قلنا صراط، ما فيش صراط بدون بيان. قال تعالى، وده على سبيل المثال حسب، وإلا لما أفصل كل دقيقة لن ينتهي الدرس. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. سماه إيه؟ يوم. ثم وصفه، قال: تشخص فيه الأبصار مهطعين
مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله أكبر، آية شيء بالعقل. جمهور المفسرين قالوا هو ساعة الموت، بعضهم له رأي آخر، لكن الجمهور على هذا، أن هذا وصف ليوم الرحيل. كيف نفهمه؟ ما الذي يحدث؟ في حديث حسن رواه أبو نعيم في الحلية لعله يدلنا على هذه المعاني المذكورة أو سببها. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء ليلة المعراج لقي ملك الموت فسأله: كيف تقبض أرواح آلاف الخلق وأنت في مكانك هذا في وقت واحد؟ آلاف الخلق يقبض وقابض الأرواح واحد هو ملك الموت، كيف أقبض أرواح آلاف الخلق في لحظة واحدة مع تباعد الأماكن وهو في مكانه؟ ما نزل إلى كل واحد ذهب إليه بيته. هنا جاء البيان، قال: يا رسول الله، من أذن الله بانتهاء آجالهم هتك الستر الذي بيني وبينهم. سنشرح معنى الستر. هتك الستر الذي بيني وبينهم، فمن رآني منهم، إذا هتك الستر كلهم في لحظة واحدة، كل واحد في بيته، واحد في أمريكا، واحد في أوروبا، واحد في الصين، واحد في مصر، واحد في قطر، واحد في الشام، كلهم في لحظة واحدة يروا ملك الموت. قال: من رآني منهم لا ينطق بعدها. ما هو الستر؟ يا إخواني، لابد أن ندرك أن حياتنا الدنيا رب العباد أذن فيها بالتحام الأرواح بالأبدان، فأخفى الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قانون البدن، قانون المادة. وإن تأثرت الأرواح بما يجري على الأبدان وتأثرت الأبدان بما يجري على الأرواح، أي آلام تقع على جسمك تؤثر في روحك، أي ألم تقع على روحك كرؤية تراها في المنام فيها كابوس أو غيره تؤثر على بدنك، قد تضرب في رؤية ضرب وتقوم تشعر بالألم في بدنك. من أين أتى الألم في البدن والعذاب كله كان روحي بالليل أثناء الرؤية؟ لابد أن ندرك أن هناك تفاعل شديد جدا بين الأرواح والأبدان. رب العباد سمى هذه المرحلة، مرحلة اختفاء الأرواح في الأبدان، سماها النشأة الأولى. سماها في القرآن إيه؟ فالنشأة الأولى لحظة التحام الروح بالبدن إلى أن تنفصل الروح عن البدن. إذا جاءت ساعة الموت هتك الستر أن تنزع الروح من البدن، ويجري على الروح قانون الروح لا قانون المادة، وقانون الروح مختلف تماما عن كل مادة. فالروح لا يحدها زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان، بدليل أن جبريل كان ممكن ينزل من السماء الأرض كم يخترق من حواجز سماوات سبع وكواكب ونجوم ويصل من تحت العرش إلى الأرض في لمح البصر. لما جادلت خولة بنت ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظاهرها وهي تحاوره وتجادله، وإذا برب العباد يسمع شكواها وفي لمح البصر وهي ما زالت في جدالها ينزل جبريل بالنص لها بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم. السيدة عائشة تقول: والله، حديث البخاري، كنت جالسة معها ما أجل سمع ربي، ما كنت أسمع حوارها ولكن ربي سمعهم فوق سبع سماوات. فلما حاورت رسول الله أخذت النبي سنة من الوحي
وإذا بخولة ترفع أكفها إلى السماء كأنما تستنطق رب السماء. فلما سري عن رسول الله قال أبشر يا خولة ففيك نزلت الآن الآية، ثم تلا الآية عليه. إذا ندرك متى سمع الخبر ومتى نزل جبريل، كم استغرق، أين الحواجز التي تمنعه، لا علاقة للروح بها. بدليل لو مات قوم تحت الهدم هدم بناء على أهله، كيف يصل إليهم ملك الموت ليقبض أرواحهم تحت الهدم؟ وهل الهدم يعوق الروح؟ أبدا أبدا أبدا. بدليل أن كل الموتى الذين يموتون، كل واحد بينه وبين ملك الموت سواتر في غرفته داخل بيته، يعلو سقف ويعلو السقف أسقف وأدوار. وإذا أذن الله بانتهاء أجله أوقف عمل قانون الأرض وقانون المد، وأعمل قانون الروح، وهو في فراشه وفي حضن زوجته وداخل بيته وتحت سقفه يرى ملك الموت تحت عرش ربه. لا السماء تمنعه، ولا السماوات تمنعه، ولا الكواكب والنجوم التي بينه وبينه تمنعه، ولا الأسقف تمنعه، لأن قانون الروح غير قانون المادة. لذا قال هتك الستر بيني وبينه. هذه اللحظة الكل سيعاين ملك الموت، يراه عيانا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف ملك الموت، لكن وصف جبريل. وصف جبريل يدلنا على وصف ملك الموت، لأنهم كلهم هيئتهم قريبة ليست بعيدة، وخاصة كبارهم ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء صفوة الملائكة. النبي لما رأى جبريل بصورته الملائكية والتي فيها جاءت الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، رآه نزلة أخرى. جمهور المفسرين عنها رؤية جبريل، رؤية رب العالمين جاءت في آية أخرى، لقد رأى من آية ربه الكبرى، أي الآية الكبرى. أما رؤية جبريل نص على أنها ثاني مرة. النبي وصفه قال رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب. تخيل في لحظة لأول مرة في حياتك ترى ملك ساعة موتك، يهتك الستر وأنت على فراشك وفي حضن امرأتك وتنظر فوقك فتجد ملك بهذا الحجم، رأسه تحت السماء وقدمه في سبع أرض ويسد ما بين المشرق والمغرب، ماذا يقع لك؟ ماذا يحدث لك؟ ما وصفته الآية؟ إنما يؤخرهم ليوم، ماذا يقع فيه؟ قال تشخص فيه الأبصار من هول ما ترى العينان تجحظان. ولذا كل الموت تجحظ أعينهم لكي يأتي برؤية الملك من بداية النهاية، تبرز العين العينان، هذا معنى الجحوظ. الجفن نفسه يرتفع إلى أقصى مداه والأسفل إلى أقصى مداه والعينان تجحظان، وعندها لا حركة للجفن مرة أخرى، لا يعود الجفن مكانه، انتهى انتهى. ولذا الإنسان يموت على هذه الصورة. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أذن لنا قال إذا مات الميت فاسبلوا جفنيه، أمرنا أن احنا نعيد الجفنين إلى مكانهما لنغمض عينيه. لو تركناه لحظات الموت ولم نغمض عينيه لقي ربه جاحظ العينين. كلنا ذلك الرجل. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مهطعين، معنى دقيق جدا. تخيل الإنسان لما يرى شيء مذهل عقله لا يستطيع التفكير فيه، يحصل له إيه؟
تلاقي القلب ده عمال يضخ الدم على المخ بشكل شديد لأن الأمر فوق طاقة الفكر، فتجد الدم عمال يضرب في رأسك يعمل صداع قاتل كأنما يضرب داخل الرأس بمطارق من الداخل طخ طخ طخ. عندها تتمنى لو وضع على رأسك أي رباط وأحكم هذا الرباط. هذا معنى مهطعين، دماغه دي هتنفجر. مقنعي رؤوسهم، الإنسان إذا رأى مشهد يرعبه العادة يغمض عينيه ويختبئ، لا، من هول هذا الموقف ينعكس حال الإنسان، بدلا من أن يغمض عينيه ويختفي لا يرفع رأسه ليرى النهاية أين يبلغ ما يراه. لذا قال مهطعين مقنعي رؤوسهم، ولذلك الميت يموت والأرض عم كده مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. النظرة التي تذهب لملك الموت لا ترجع، انتهت. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قلوبهم كل مراكز القوة فيها دمرت، لا عمل لها، هواء فراخ، كما قال تعالى عن أم موسى لما نزع وليدها منها إلى القتل إلى بيت فرعون وسيق إلى القصر عن طريق اليم، يصف الله مشهدها فيقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغة فارغة إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبه. لا، إن كان هذا الفراغ من حادث بسيط وخشيتها على والدها فكيف برؤية ملك الموت؟ وصل المعنى؟ لذا سمى الله لحظة الموت لحظة انتقال لحياة جديدة لم يعدها نهاية بل عدها بداية. قال تعالى وسامحوني أنا يعني بختصر جدا ولا نذكر كل الموضوعات بالتفصيل وإلا لن ننتهي الليلة من الدرس. رب العباد يقول نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وإيه؟ قال وننشئكم. الله أكبر، عطف هنا بماذا؟ بالواو وننشئكم. الواو في اللغة تفيد المعية، أي مع الموت تبدأ النشأة الثانية. قال وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن الموت بداية أم نهاية؟ يقينا بداية، بداية النشأة الثانية، لكن قد يسمى عندنا نهاية النشأة الأولى. قال وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فللإنسان ثلاث نشآت ورجعتان. النشأة الأولى وقت التحام الأرواح بالأبدان في حياتنا الدنيا واختفاء الروح في البدن وجران قانون المادة على الإنسان. والنشأة الثانية يخفي الرب فيها الأبدان في الأرواح ويجري على الإنسان قانون الروح وهي حياة البرزخ. وهناك نشأة آخرة قال عنها تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فعطف هنا بثم لأنها متأخرة جدا. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فسماها النشأة الآخرة. إذا النشأة أولى ونشأة ثانية ونشأة آخرة. النشأة الآخرة كما يقول ابن القيم وغيره أظهر الله فيها الأرواح والأبدان معا، لذا يجري على الإنسان في يوم الخلود الأمرين معا، نعيم للأرواح ونعيم للأبدان في أهل الجنة عند أهل الجنة، وعذاب للأبدان وعذاب للأرواح عند أهل النار. فلا يعذب البدن وحده بل الروح معه تعذب. إذا ندرك، ولذلك يا إخواني الموت كما قلت بداية وليس نهاية. ما الذي يموت في الإنسان عند الموت؟
الروح تموت؟ ابدا. الذي يموت البدن فقط، فقط ينفصل البدن عن الروح فيلقى في القمم، اما الروح فالى ربها تصعد، الى نشاتها الثانيه تبدا، كما بين تعالى حين قال: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الرب يمسك الروح إليه ولا تموت الروح، الروح مواصلة في رحلتها، انتهت فترة الظل، انتهت فترة القنطرة وبدأت حياتها الجديدة، نشأتها الجديدة. إذن لنا نشأة ثانية ولنا نشأة آخرة، وبين كل نشأة ونشأة رجعة، ولذلك الثلاث نشآت ورجعتان. قال تعالى عن الرجعة الأولى: كل نفس، وكل من ألفاظ العموم باتفاق كل علماء الأصول، فلا تفلت منها نفس واحدة. قال: وكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء فين؟ في الدنيا. يبقى الكلام عن الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عطف هنا بالواو، قال وإلينا. قلبا الجزء الأول من الآية كرر في موضع آخر مع اختلاف في الآية، قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وثم تفيد العطف مع التراخي أنها رجعة أخرى ما بين حياة البرزخ وحياة يوم القيامة، النشأة الآخرة. يبقى بين النشأة الأولى والثانية رجعة، وبين النشأة الثانية والآخرة رجعة أخرى. الرجعة الأولى جاءت في القرآن حين عطف الرب فيها بالواو، والنشأة الآخرة رجعتها عطف الرب فيها بثم. وصل المعنى؟ احنا بنقرأ الآيات كله عندنا سواء، ها كلها مشي وكلها رجعة وكلها نشأة ولا نميز. إذا ندرك هذه المعالم يا إخواني، لولا أن الله بيّنها كان بوسع النبي أن يعرفها أو أحد من خلق الله قط. هي معالم الطريق، الصراط الذي رسمه رب العباد لنا، وقال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وقال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا صراطه، حدد معالمه. كيف نتحاشى المعاناة عند الموت وعند سكرات الموت؟ القرآن فصل، بل وصف وصف تفصيلي ماذا يقع للإنسان تفصيلا عند الموت. ملك الموت تراه، طيب من يقبض الروح؟ ده جيوش تأتيك من الملائكة مش ملك. كل فريق وكل كتيبة مختصة بعمل يتعلق بالروح، والقرآن وصف هذا كله، فقال تعالى والنازعات غرقا. وكل نقرأ السورة والنازعات، ما النازعات؟ الملائكة اللي تنزع الروح من أماكنها، من خلايا الجسم، خلية خلية، كل خلية حية فيها شيء من الروح تنزع، تنزع. والنازعات غرق فريق، والناشطات نشط فريق، والسابحات سبح فريق، فالسابقات سبق فريق، فالمدبرات أمر فريق، وهكذا فرق وأمم وجيوش تعمل في حياتك وأنت في غيبة عن ذلك كله. القرآن فصل هذا حتى نعلم لما نقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا نطلب، ماذا نطلب، أي صراط نريد، هل هذا الصراط أم غيره، كيف ننجو عند الموت، كيف نسلم من فتنة الموت نفسها، فتنة فتنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة المحيا والممات، بل أمرنا بهذا، قال تعوذوا بالله دبر كل صلاة من أربع، وكان من بين الأربع من فتنة المحيا والممات.
سنة لنا أن نتعوذ بالله منها مع كل تشهد قبل التسليم في كل صلاة لما فيها من خطورة. قد يزيغ قلب العبد في آخر لحظة عن الحق فيتحول مصيره، يتحول مآله. ولذا كان جل دعاء النبي كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتذلل به لربه ويطلبه منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذا كانت دعوة كل أهل العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يقول الإمام القرطبي: وزيغها عند الموت، عند الموت لحظة الرحيل. إذا ندرك هذا هو اليوم الرابع من أيام الله، يوم الرحيل، ثم يوم البرزخ. وسامحوني في الاختصار الشديد، يوم البرزخ طويل جدا. تخيلوا بالله عليكم كم عاش آدم على الأرض وكم عمره في القبر منذ دفن. هل تساوي حياته الدنيا أمام حياة البرزخ عمر؟ هل تسمى في عمر الزمان الذي عاشه في قبر عمر؟ حياة البرزخ طويلة طويلة. آباؤنا وأجدادنا كم عاشوا في دنياهم، ونحن كم نحيا في دنيانا، وكم نعمر في قبورنا. وذلك العاقل، الشاعر العاقل قال: لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. لا إله إلا الله. هذا عثمان بن عفان كان إذا مر على القبور ينحب، فسأله أصحابه: ما لك لا تبكي مثل هذا البكاء عند ذكر الجنة والنار؟ قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه كان فيما بعده أنجى، ومن هلك فيه كان فيما بعده أشد هلاك. أول منازل الآخرة الانتقال من يوم الرحيل إلى يوم البرزخ. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. صالحا نكرة، أي صالح ولو قليل، ولو تسبيحا. سنتمنى أي عمل صالح، ولا نتمنى في كل مواقف أيام الله غيره. والقرآن ذكر في كل المواقف لا نتمنى إلا هذا. عند الموت نتمنى، عند نزول القبر نتمنى، يوم الحساب نتمنى، في عرصات يوم القيامة نتمنى، في اليوم في النار نتمنى. لا يتمنى أحد شيئا بعد أن يعاين أيام الله الباقية إلا أن يرجع لطاعة ولو واحدة، أي عمل صالح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، كلمة زجر. لن يكون هناك رجعة لمن رجع إلى ربه، لا رجعة للدنيا. كلا. يا شيخ بارك الله فيك، قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سنوضح. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا، لا نيأس من رحمة الله. لا نقنط ما دمنا أحياء. بارك الله فيك. لا نقنط ما دمنا أحياء، لكن إذا دخلنا في عرصات يوم القيامة فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. هذا وقت التوبة، ولما نذكر هذا حتى نعجل بالعودة للصراط وضع أقدامنا عليه وانخراطنا فيه وفي الأعمال الصالحة قبل أن يباغتنا الموت ولا نجد سبيلا للفوت أو العود. لا نجد سبيلا للفوت أو العود. قال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. لا إفلات لأحد، لا إفلات لأحد. كلنا سنرحل، كلنا سنلقى هذه الأمور، كلنا هذا مستقبلنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، وحياة البرزخ جاءت فيها النصوص، ليس هذا وقت تفصيلها الآن.
بل يكفي يعني أن الله عز وجل أثبت في القرآن وجاء في السنة مسألة عذاب القبر، وإن أنكرها بعض المجرمين على مر العصور والدهور تكذيبا لكلام الله وكلام رسوله، القرآن صريح يا إخوان، القرآن صريح. وصف الله قوم فرعون فقال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جمهور المفسرين قالوا هذا العرض في القبور في البرزخ، وإلا فهو سابق على يوم القيامة، ولا يسبق يوم القيامة إلا يوم البرزخ. النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عذاب القبر عذاب عرض، فجاء نص القرآن ونص السنة على نفس البيان، بل الآيات كثيرة ليست آية، ومنها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. يبقى بيوصف ساعة الموت ولا ما بعده؟ اسمع بقية الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم اللي هم إيه؟ يوم الرحيل، اليوم تجزون عذاب الهون. يبدأ العذاب من الرحيل، يبدأ منه عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا إيه؟ فرادى ولا جماعات؟ فرادى عند الموت. طب يوم القيامة أشتاتا، ها؟ قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس إيه؟ يبقى يوم القيامة صدورنا جماعات جماعات، لكن عند الموت أفراد. ولقد جئتمونا فرادى، يوم الموت مش يوم البعث، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولنا نتركه عند الموت ليوم القيامة، بنسيب المتاع والأكل والشرب في الدنيا وليوم يوم البعث. وتركتم ما خولناكم، الكلام كله على لحظة الموت، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. من أضلوكم وساعدوكم وشاركوكم في الضلال؟ أين هم الآن عند الموت؟ لكن يوم القيامة يروا معهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن يوم القيامة الحشر يجمع الكل، لكن في القبر لوحدك من غير شركاء ولا شفعاء. فالحديث في الآية من مبتداها لمنتهاها عن عذاب القبر لا عن غيره. ومن هذا أيضا قوله تعالى في حق قوم فرعون: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء عند أهل اللغة تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، لحظة غرقهم بدأ عذاب القبر، أغرقوا فأدخلوا نارا إلى آخر الآيات. وكفانا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر وأمرنا بالتعوذ به في كل صلواتنا، بل هو الذي وصف عذاب القبر وأنه عرض. الأحاديث كثيرة مستشفيات صريحة، الذي ينكره ينكره فهو جاحد. إجماع أهل السنة على وقوع عذاب القبر بنص الكتاب وبنص السنة. يا أخي الكريم، محشر السائلين وننشئكم فيما لا تعلمون. اللي ظن انه في الجسد راح عملوا كده في القبر، وضعوا جهاز تسجيل مع الميت ليسمعوا العذاب وهو يعذب، هذا خبل، هذا جنون، هذا صنف من صنوف الجنون. وكما قلنا الجنون ايه؟ فنون، وهذا من فنون الجنون. من قال ان عذاب القبر على الجثة الموجودة؟ فيه ألوان قليلة بتقع على أجساد جاءت فيها نصوص، والتسليم في الغيبيات بالنص لا بالاجتهاد والرأي، لا مجال للاجتهاد والرأي في أمور غيبية إخوان.
وصل المعنى؟ إن جاء نص أن صاحب القبر عذبان وعذبان في كبير، خلاص إذن عذبان وعذبان في كبير إلى آخر الأحاديث التي وردت. لكن ظاهر الأمر من قوله تعالى وننشئكم فيما تعلمون أنها نشأة جديدة لها قوانينها المختلفة عن قوانين المادة التي نحياها، فلا يصلح معها قانون المادة أصلا من أساسه. وإلا لو كان قانون المادة يجر عليه ما عاين ملك الموت وهو في فراش. وصل المعنى؟ يكفيك هذا. إذن هذه المرحلة هي مرحلة مستقبل، جزء من الرحلة، جزء من الطريق الذي نحياه. ثم بعد البرزخ يأتي اليوم السادس من أيام الله وهو يوم القيامة. يوم القيامة نفسه ورد له في القرآن يا إخواني 30 اسم، كل اسم وصف لموقف من مواقف يوم القيامة. لم يصف بأنه يوم الجمع، يوم التغاب، الحاق، الطم، القارعة، كل اسم وصف لموقف، وصف الموقف. طبعا لو تحدثنا عن يوم القيامة مش هننتهي الليلة، لكن الحقيقة الموضوع مهم، ومهم جدا أن نعلم معالمه حتى إذا عيناها كان لنا قدرة على المواجهة. أين نمر وأين نسير؟ السلف لما عاشوا هذه المعاني وعاشوها أصبحت صورة الطريق ومعالم الطريق عندهم أوضح من الشمس في واضحة النهار، ولذا وصلوا لمرحلة اليقين التي شرطها الرب. مسألة القيامة بالذات رب العباد لم يكتفي فيها بمجرد الإيمان، وكلكم تقرؤون صدر سورة البقرة، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيه؟ بالغيب. أليس القيامة من الغيب؟ يقينا من الغيب. طب اسمع بقية الآيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لماذا استثنى الرب الآخرة من بين كل الغيبيات التي اشترط فيها الإيمان واشترط فيها اليقين؟ لم يكتفي بالإيمان، اشترط فيها اليقين. بل هذه الأمة أعطيت ما لم تعطاه أمة قبلها، فكل الأمم بلغها علم يقين، وهذه الأمة بلغها حق يقين. هتسأل إزاي؟ كل الأنبياء نقلوا لأقوامهم ما سمعوه من الوحي عن أوصاف يوم القيامة. هل هناك نبي عاين أحداث يوم القيامة؟ أبدا. إذا كان العلم منقول من مصدر موثوق والاعتماد فيه على السمع وحده يسميه أهل العلم علم اليقين. يبقى عندنا اليقين نفسه 3 مراتب، علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين ما اعتمد على السمع وحده وأخبار يستحيل تواطؤ ناقلها عن كذب أو يستحيل صدورها عن كذاب، إن جاءت عن الله يقين بلا نزاع. طيب فأقرب الأمر بمثال، من لم يسبق له الحج والعمرة، من لم يسبق له الحج والعمرة، كل من حج أو اعتمر ممن حوله جاءه بأخبار أن هناك بلد تسمى مكة. هل رأى مكة؟ ما رآها. ما علمه بمكة؟ يسمى علم يقين، لأن من نقل له الخبر ملايين الخلق، يستحيل اجتماعهم في مكان واحد واتفاقهم على اختلاق كذبة أن هناك بلد اسمها مكة. فاستحالة تواطؤهم على الكذب لاختلاف الأزمان والأوقات والأماكن بينهم دل على أن هذه المعلومة يقين، لكنها اعتمدت في حقه على السمع وحده على النقل. فإن عاين مكة بعينيه ورآها انتقل من علم اليقين لعين اليقين. إذا شاركت العين الأذن
تسمى مرحلة عين اليقين. فإن عاش في مكة وعاينها بكل جوارحه وقلبه سميت مرحلة حق اليقين. رب العباد ذكر الثالثة في القرآن وذكرها في أمر الآخرة، قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. خلي بالك، كلا سوف تعلمون عطف بالواو، ثم كلا سوف تعلمون الأولى لما بعد الموت من حياة البرزخ وسكرات الموت، والثانية لما بعد يوم القيامة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وبدأ بعلم اليقين ويقصد به الموت. الأحياء ما منهم واحد عين الموت، مات أبدا لسه أحياء، لكن من كثرة ما سمعنا من كل الخلق من حولنا أن الموت يختطف الملايين كل يوم، علمنا بالموت علم يقين، لكنه اعتمد على السمع وحده، ما منا واحد عين الموت ولا رأى. فعلم الأحياء بالموت علم يقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. فالذي وعد بالموت وقهر الخلق عليه وعد بالجحيم لمن عصاه وسيقهر الخلق عليه. المؤمن الموقن بوعد الله وموعوده في الأولى والثانية يرى النار بيقينه، يبقى يقينه بالموت يبلغه اليقين بالجحيم. لذا جاء التعبير: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي بعين البصيرة واليقين لا بعين البصر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، والذي لا يراها الآن بعينه يوم القيامة سيراها. لذا عقبها بقوله: ثم لترونها عين اليقين. الذي لا يراها في دنياه بعين بصيرته غدا سيراها بعين بصره. ثم لترونها، قال عين اليقين، فسمى مرحلة الرؤية بعين اليقين. فإذا دخل أهل النار في النار واصطلوا بجحيمها انتقلوا إلى مرحلة إيه؟ حق اليقين. قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وصل المعنى؟ يبقى ذكر الثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. طيب، كل الأمم نقلت لها أنبياؤها ما سمعت من أمور الآخرة وإرهاصاتها. أمتنا قام عليها حق آخر، نبينا استثني من بين الأنبياء وعرج الرب به إلى السماء ورأى في معراجه كل ما يراه الخلق ساعة عروجهم لربهم يوم القيامة. إذن يوم القيامة هناك جزء كبير من أحداثه التي تصيب الإنسان تسمى بالمعراج. لذا بيّن تعالى أن المعراج ليس واحد بل معارج. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ثم ذكر أعظم المعارج فقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النبي عرج به إلى السماء ورأى ليلة المعراج جل ما يراه العباد يوم القيامة. ولذا صدر الله الآيات التي تحدثت عن معراجه بتزكيته قبل بيان ما رأى، فنزلت قصة المعراج في سورتين: في النجم وفي التكوير. في النجم صدرها بقوله: والنجم إذا هوى. وهنا تعبير عجيب جدا: النجم يهوي، أيوة يهوي، قد يسقط العالي، يسقط، ليبين لنا أن هناك من علا وسقط ولكن النبي ما سقط. والنجم إذا هوى، فكم من نجوم تلألأت ثم تهوت، لكن نجم نبينا إذا علا لن ينزل. والنجم إذا هوى، ثم بدأ في تزكية نبيه فزكى طريقه بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كل عبارة منه صدرت عما عايش ورأى ليلة معراجه، فقال: وما ينطق عن الهوى.
بل زكى كل صادر عنه مما رآه وعايشه وعينه، فقال إن هو إلا وحي يوحى. بل زكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى. بل زكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وبعد هذه التزكية وصف لنا ما رأى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى آخر الآيات. ولذلك في نهاية السورة يقول فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آيات الله التي رأيت وعايشت وسمعت وعاينت بقلبك وفؤادك تجادل الناس، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا أي الذي رأيته ليلة معراجك نذير من النذر الأولى، يعني من أرقى وأسمى وأقوى النذر. فإذا كان الأنبياء قبلك ذكروا هذا سماعا فأنت عشته حياة، عشته، انتقلت فيه من مراحل العين اليقين لحق اليقين، من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين، فنقل لنا النبي ما رأى، ليس مسموعا بل معايشا. ولذا أعطيت الأمة هذه الحجة إما لها وإما عليها. ولذا اشترط اليقين وبالآخرة هم يقولون ما وردت في هذه الآية بل في القرآن كله، وبالآخرة هم يقولون، جاءت في البقرة وجاءت في عدة سور بنفس اللفظ، وبالآخرة هم يوقنون. إذا ندرك الأمر جلل. لذا يقول علي بن أبي طالب لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، عبارة تزن بماء الذهب، ما ازددت يقينا. نعم كل ما يقع فيها من أحداث النبي عاينه وحكى والقرآن وصفه، فماذا تضيف له القيامة؟ ليدلنا أن هذا صراط ربنا المستقيم. وسامحوني أنا يعني حمت حول مسألة اليقين فقط دون الخوض في تفصيلات أحداث يوم القيامة، لأنها تحتاج لمحاضرة خاصة. الوقت الحقيقة بيننا ذهب، بل انتهى الوقت منذ يعني ربع ساعة، ولا أود الإطالة أكثر من ذلك. فمسألة اليقين بالآخرة تحتاج لوصف تفصيلي لما يقع من أحداث، على الأقل إن لم نجمع 30 وصف نجمع بعضها، وما لا يدرك كله لا يترك كله. ثم يوم الخلود، وده سابع الأيام، يحتاج أيضا لشيء من التفصيل والبيان حتى نعلم ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، لنعرف حقيقة ما نطلب من ربنا في كل ركعة من ركعات صلواتنا في طيلة حياتنا. إخواني الأمر جلل، والذي لا يفهم ماذا يطلب كيف يحسن الطلب؟ كيف يحسن الطلب؟ ثمرة الفاتحة انحصرت في هذه الآية، كل ما سبقها مقدمات، والغاية والمقصد الرئيس من السورة هذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم. شرحنا هذا في لقاء سابق، لا نضيع. وسامحوني إن أطلت فيه قليلا، لكن حتى يكون أبين أو بين كالشمس في واضحة النهار، حتى يعرف العبد معالم طريقه وإلى أين يكون مآله ومصيره. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم صراط المستقيم. اللهم إن الغفلة قتلت من أعمارنا أياما، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم طهر قلبنا قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تجعلنا من الذين يؤمنون وأكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تهتك عنا سترك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، تب علينا برحمتك لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها،
يا من وعدتنا وعدك الحق أنك تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا الذنوب جميعا، يا من لا ينقص غفرانك بغفران ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا فكل ذلك عندنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم خفف عنا سكرات الموت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب يوم القيامة. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك إلى الجنة. اللهم انظر وجوها يوم الدين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألزم قلوبنا التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل سكينتك علينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، رب ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، رب ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مطواعين، اجعلنا لك رهابين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، كلنا ولا تكن علينا، عافنا وعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد ذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربه لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عن عبادك المكروبين في بلاد الشام والعراق وفي فلسطين وفي القدس يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بورما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر والعدوان عنا، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، ولي أمرنا خيارنا لا تولي أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، ألهمنا وأمة المسلمين رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا، لا تعذبنا ولا ضعفائنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا باليتامى والسكالى والأرامل والضعفاء يا أرحم الراحمين، ارحمهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أرحم بهم منا، تولى أمرهم لا تتخلى عنهم، إن عجزنا عن نصرتهم تولى أنت نصرهم. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم أمنا وإياهم وسائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلنا أجمعين. اللهم أمن من أمننا، اللهم احفظ قطر وأهلها، اللهم إنهم ناصروا أولئك فانصرهم، اللهم إنهم حافظوا على عبادك فاحفظهم. اللهم لا تجعل للكافرين سبيلا عليهم، فرج الكرب عنا، أذهب عنا ليل الظلم بأهله،
وأظهر فينا صبح الحق بعدله، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم.